الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحب في هذه الدقائق المباركة الطيبة أن أقف وقفة سريعة مع آيات الصيام. لو قرأت أيها المشاهد الكريم الآية الأخيرة التي تحدث الله جل وعلا فيها عن الصيام لوجدت أن الله جل في علاه ختم آيات الصيام بختام بديع جليل عظيم. الله جل وعلا ختم الآية 87 بعد 100 الأولى من سورة البقرة فيقول جل في علاه: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ما معنى حدود الله؟ اعلم أخي المشاهد الكريم أن الدين كله أمر ونهي. لو قرأت القرآن الكريم كله لوجدت أن الله يأمرك وينهاك، والعبادات في الإسلام تنقسم إلى أوامر ونواهي. فالله جل وعلا عندما يأمرك بأي أمر من الأوامر فإنه يطلب منك أن تلتزم بهذا الأمر ولا تزيد عليه ولا تنقص عنه ما أراده الله جل في علاه. والله جل وعلا عندما يأمرك بأي أمر من الأمور يقول لك: تلك حدود الله فلا تعتدوها. أما النواهي، عندما ينهاك الله جل وعلا عن شيء فإن الله جل وعلا لا ينهاك عن الشيء نفسه أو عن الشيء ذاته، وإنما تجد أن الله جل وعلا ينهاك عن القرب منه. اقرأ القرآن الكريم كله من ألفه إلى يائه لا تجد أن الله جل وعلا قال للمسلمين لا تزنوا، وإنما قال جل في علاه: لا تقربوا الزنا. والله جل وعلا لم يقل: ولا تأكلوا مال اليتيم، وإنما قال: ولا تقربوا مال اليتيم. والله جل وعلا لم يقل لأبينا آدم وأمنا حواء: لا تأكلا من الشجرة، وإنما قال: لا تقربا هذه الشجرة. نستنتج من ذلك أن الله جل وعلا إذا نهانا عن شيء فإنه ينهانا عن الاقتراب من هذا الشيء المحرم. لذا فإن الله جل وعلا عندما حرم الخمر لم يقل بأن الخمر حرام فحسب، وإنما اختار الله جل وعلا كلمة أقوى من الحرام بكثير، فقال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي لا يجوز لك أن تكون في مكان يوجد به خمر، ولا يجوز لك أن توجد في مجلس يوجد به خمر. فالمسلم إذا التزم الأمر وإذا اجتنب النهي فإنه بذلك يكون قد حقق غاية الغايات من الصيام، ألا وهي التقوى التي من أجلها شرع الصيام. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأكتفي بهذا القدر، وأشكركم على حسن استماعكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.